وأنت تكتب مذكراتك، يعني من من يعني استطعت أنك تلتقط بعض الأفكار في كتابة هذه المذكرات؟ تأثرت بمين في كتابة المذكرات؟ تأثرت بالدكتور بلويس عوض. دكتور لويس عوض. معك لويس عوض، أنا كنت بقرأ الكتاب بتاعه برميه من الخضة ساعات، من إفشائه حتى لأسرار عائلية، ومين اللي كان عنده أمراض عقلية في العائلة، ومين أخ اللي كانت هتسلم قريبته، ومين يعني راجل فتح قلبه تماما وهو مفكر من طراز رفيع. هو الامتداد الطبيعي للعقاد طه حسين توفيق الحكيم على طول لويس عوض. وأبديت إعجابك على ما أظن أيضا بغاندي. غاندي أيضا. غاندي قال إنه كان بيخاف من الضلمة وبيخاف من التعابين، وأمه قالت له لا تأكل اللحم، ولكن كان عايز يأكل لحم في جنوب أفريقيا. لا برضو شوف، كل ما الإنسان يفشي من الأسرار ما هو صادق، اللي يرفع قيمة أي شيء تعمليه الصدق. عندما تكوني صادقة فيما تكتبين، وأنا حاولت أن أكون ذلك. أنا أتحدى أن يكون في كل كتابي كلمة غلط. طيب مع غاندي كان مين تاني؟ جون جاك روسو. جون جاك روسو ده طبعا صاحب الاعترافات الشهيرة جدا. برضو ده كان عمل يعني أثر في الفكر الإنساني كله وفي الفكر السياسي تحديدا. يعني أنا آمنت أنه اللي كمان شفت، بس ما رضيتش اعمل زيه، كان يوديني في داهيه. الفيلسوف الكبير دكتور عبد الرحمن بدوي. عبد الرحمن بدوي برافو عليك. بس ده خسر كل الناس لانه شتم كل الناس ببراءته، لانه ده الفيلسوف الحقيقي. برضو ساعات ما بتقولي الصراحه الزائده في مذكراتك تجاه بعض الناس تفتح عليك النيران، فالواحد لازم ياخد باله من الحكايه دي شويه. يعني انا كنت مش عايز اعمل مشاكل مع الناس، وفي نفس الوقت عايز اوصل الحقيقه للقارئ ببريدج فوق الناس من غير ما ياخد باله. ولذلك الكتاب مليان مجموعه طرائف ونوادر وقصص قصيره ومواقف مختلفه، مجموعها كباكج يشكل له تصور السنوات اللي انا عشت فيها كلها في 30 سنه الاخرانيه مثلا. اهم سنوات كانت متى؟ اخطرها بالنسبه لك؟ طبعا سنوات العمل مع الرئيس مبارك، لانها سنوات صعبه. ولان انت في المظائف دي مش انت اللي بتودي نفسك ولا انت تمشي نفسك. لا تدخليها بقرار منك ولا تخرجي منها بقرار منك. انها اراده الطرف الاخر، فكل الواحد رايح كل يوم كانه مش جاي تاني يوم ما يعرفش. فدي قعدت 8 سنوات كانت صعبه، وهو كان راجل نشيط في عمله، يصحى بدري ويلزمني بمواعيد بدري قوي اروح اقدم فيها البوسطه، ونتأخر في ساعات معينة. ما فيش حاجة اسمها مواقيت عمل. أيوه. العمل مفتوح في أي وقت. ساعات يقول لي بات هنا النهاردة في المكتب عشان فيه يعني ليلة بداية العمليات العسكرية ضد العراق في الكويت، قال لي خليك بات عشان لو في حاجة تبلغني. يعني كل الحاجات دي الواحد كان بياخد باله منها. ليلة الأمن المركزي أيضا كانت أيام صعبة فعلا. كانت أيام صعبة. طب